السلام عليكم، معكم طلال نقار، تابع معكم بسلسلة النيفروباثولوجي. هذا هو الجزء الثاني من محاضرة الأساسيات، قراءة السلايدات الباثولوجي. هنستعرض بهي المحاضرة شوية ترمينولوجي، هنعرف السكليروسيس، الكريسنت، ديفيوز فيرسس فوكال، سيجمنتال فيرسس جلوبال، وبروليفريتيف فيرسس اكسوديتيف. هدول المصطلحات كثير بيمروا بتقارير الباثولوجي، بس ننتهي من هدول. طبعا جزء من كل، في كثير مصطلحات ثانية حبيت بس اذكر الاساسيات، وممكن خلال عرض الحالات نستعرض مصطلحات ثانية ونشرحها وشو معناتها. هنحكي بالاخير بعدين عن الامينوفلوريسنس وعن الالكترون مايكروسكوبي. نبدأ بفوكال versus ديفيوز، بؤري مقابل منتشر. لما بيقولوا الليجن أو الإصابة هي فوكال، فهي بتصيب أقل من 50% من الكبد الكلوية. فمثلا بهذا السلايد إذا بتشوفوا، هي الإصابة، هي الكبدة مصابة، بينما هدول تقريبا سليمات، وبالتالي هي الإصابة فوكال أقل من 50%. بينما إذا بتنتبهوا على هذه الإصابة بهذه السلايد، إذا بتنتبهوا كل هذه هذه الكبة مصابة، هذه مصابة، هذه مصابة، هذه مصابة، ربما هذه سليمة، ربما فهذه مصابة مثلا، هذه مصابة. فهذه الإصابة بتصيب أكثر من 50% من الكبب هون، وهي بالوصف نصفها على أساس أنها ديفيوز، ففوكال بؤري، ديفيوز منتشر. لو قلنا سيجمنتال فيرسس جلوبال، سيجمنتال نحن عم نحكي عن كبه واحده، هلا ما عدنا عم نحكي عن كل السلايد، عم نحكي عن كبه واحده. سيجمنتال يعني اصابه جزئيه او قطعيه، بترجموها قطعيه. الجلوبال هي الاصابه الشامله او الكليه او كليه. فمثلا هذه الكبه الكلويه، اذا بتنتبهوا هذا جزء سليم، لاحظوا انه الكابيلاري اوبن، كلها مفتوحه. هذا الجزء متصلب اذا بتنتبهوا عليه، بعدين نشرح حنحكي شو معنى التصلب السلايد القادم. فهون الكبه هذه مصابه بهذه المكان، بينما الجزء الثاني غير مصاب، فهذه اصابه سيجمنتال. بينما اذا بتنتبهوا على هذه الكبه، تقريبا كلها متصلبه تماما، فهذه جلوبال. فهذه سيجمنتال versus جلوبال. لما بيصير إصابة أقل من 50% اسمها سيجمنتال، لما تكون أكثر من 50% جلوبال، عم نحكي عن مستوى الكبة الواحدة. لما نقول ديفيوز versus فوكال، بيكون عم نحكي عن كل الكبب، عدد الكبب المصابة بالسلايد كاملا. مهمة جدا نميز بيناتهم. هلا بالنسبة للسكليروسس، اللي هو التصلب، حقيقة هو تصلب جزء من الكبة الكلوية، جزء من الكابيلاري، بتنخمس على بعضها وبتجمع حواليها شوية تليف، شوية فايبروسس، فبصير اسمها كلها سكليروسس. مهما شرحت، إذا ما شفتوها بفيديو صراحة صعب تستوعبوا شو اللي عم أحكيه، فخليني أشوفيكم هذا الفيديو. هذه الكبب الكلوية كاملة، إذا تنتبهوا هلأ عم نركز على كبة واحدة، نفتحها لاحظوا أن الكبة سليمة. هذه الكابيلاري كلها، الدم عم يجري بكابيلاري واحدة، لاحظوا هذا الشق الغشائي السبليت ديفراج، إذا بتتذكروا اللي هون ألياف البروتينات اللي بتشكله هي بروتينات النفرين. هلأ هون صار افيسمنت، صار في أذية على مستوى البودوسايت، فعملت افيسمنت، هذا على مستوى الخلوي. فنحن على ال 3D كيف حيظهر هذا الشيء، شو حيصير؟ حيصير تشقق مثلا بطبقة البودوسايت المبطنة إلى الكابيلاري، حيصير تأذي اسمه دينودد، حتروح الخلايا البودوسايت، حتتخرب، حتروح. لاحظوا هاي المنطقة كلها ما عاد في خلايا بودوسايتس، فبتنخمس على بعضها هذا الجزء، وبيصير شوية تليف حواليها، فهذا صار اسمه السكليروسس. هذا هو سكليروسس لما نقول سكليروتيك ليجن، فهيك عم يصير على مستوى الكابيلاريز. مهم جدا تتذكروا هذا الشيء اللي عم يصير، لانه لما بدنا ناخذه بالمقطع حتشوفوا كيف حيكون. طبعا هذه لو اخذنا مقطع بهذا الشكل ولوناها بالملونات المختلفه، باليوزين حيكون ملون لونها زهري، الباس حتاخذ باس حتكون بوزيتيف، وحتاخذ السيلفر ستين حتكون لونها اسود على السيلفر ستين. خليني انتقل للسلايد اللي بعده. فمره ثانيه اذا شفتوا هذه الكبه الكلويه السليمه، هذه جزء من الكبة متصلب، مثلا هذه حالة FSGS،
فهذا هو سكليروسس. على المقطع حيظهر بهذا الشكل، الجزء العلوي سليم ما في مشكلة، الكابيلاري اوبن. من تحت حتشوفوا هذا التصلب، لاحظوا انه ما عم تشوفوا كابيلاري ابدا، كلها مادة. طبعا هذا الملون، اذا سألتكم شو هذا الملون، هل هو باس ولا هيماتوكسين ايوزين؟ لاحظوا البومن كبسول، لاحظوا البيزمنت ممبرين تبع التيوبل، ولاحظوا البيزمنت ممبرين تبع الكابيلاري، كلها انهانسد، فهذا باس بي اي اس. فهون لاحظوا انه هذا جزء متليف اسمه سكليروسس، هذه الاوعيه منخمصه على بعضها، اضافه الى تراكم شويه فايبروسس او شويه فيبرين، فعم تساوي هذا المنظر. مرة ثانية، هذا سكليروسس، هذا لو سألتكم هذا فوكال أو سيجمنتال، الجواب حيكون سيجمنتال. فوكال ما بيصير أقول على وحدة، فوكال لازم عد. مثلا لاحظوا إنه هون في عندي إصابة بكل الكبب تقريبا، هاي مصابة فيها شوية في سكليروسس، هذه مصابة، هذه مصابة. فلو سألتكم هذه شو التوصيف الباثولوجي لإلها، حيقول عنها ديفيوز لانه كل الكبب مصابه. لو طلعنا على هذه، لاحظوا انه هذا الجزء كله مصاب، هذه فوكال، هذه كلها هذه سكليروسس، سكليروسس مره ثانيه، هذه كلها سكليروسس. طيب لو سالتكم شو معنى الكريسنت الهلال، اظن واضح بالصوره. في عندي هذه الكبه الكلويه كامله، بيصير في تكاثر للخلايا البرايتال سيل اللي هي بتبطن البومن كبسول اكثر من 3 طبقات، فبشكله الهلال اللي بيحيط بكل بيحاول يحيط الكبة الكلوية بدءا من الجانب على شكل كريسنت، ولاحقا ممكن يحيط فيها كاملا، لاحقا ممكن يحيط كاملا ويضغطها كلها للمنتصف. فلاحظوا هذه الكريسنت دافع الكبة، هذه الكابيلاريز مدفوعة بالكريسنت، هذا هو الهلال. التشكل الكريسنت علامة أذية شديدة للكبة الكلوية، أظنه واضح. في مصطلح بنسميه الكريسنت جلوميرولوباثي اللي هي اعتلال الكبب بالأهلة، هذا مصطلح تشريحي مرضي باثولوجي وليس مرض بحد ذاته. لحتى نحط التعريف لازم يكون في عندنا أكثر من 50% على فكرة، مش مجرد إصابة واحدة. مو إذا شفنا كريسنت واحد بالباثولوجي سلايد لازم نقول هذه كريسنت، لا، بده يكون فيها نسبة محددة تصل ل 50% بعض التعريفات. أنا أظن الأب تو ديت عم يقولوا كان 50%. فلما بقول كريسنت جلوميرولوباثي هذا مصطلح تشريحي مرضي، بينما الامراض اللي بتساوي كريسنت جلوميرولوباثي حناخذها لاحقا، في ممكن بقى اقول الاي جي ام، الانتي جي بي ام جلوميرولوباثي، اعتلال الاضداد الغشاء القاعدي، الانكا فاسكولايتس مثلا تعمل كريسنت جلوميرولوباثي، فهذول التشخيص التفريقي لهذا المرض، بينما التوصيف التشريحي المرضي هو كريسنت جلوميرولوباثي. لاحظوا هذه التافت اللي هي الكابيلاري بمركز الكبة، وفي عندي كريسنت محاوط كامل الكبة، محاوط كامل التافت. لو سألكم هذا الملون ايش هو، اظن يكون واضح انه هذا بي اي اس. لاحظوا انه في عندي الكبسول عم ياخذ اللون الارجواني، بيرفكت. هذه أشكال كريسنت مختلفة بمراحل مختلفة، لاحظوا إنه عم يصير في تمزق بالغشاء القاعدي. أهم ميزات الكريسنت إنه في عندي تكاثر بعدة طبقات للبرايتال سيلز، وفي عندي رابتشر للجي بي إم. لاحظوا هي مراحل مختلفة، لاحظوا هذه كلها كريسنت، هذه كريسنت حتى عامل رابتشر للبومان كابسول، هذه اسمها كريسنت. هلا النقطة الثانية، شو معناتها بروليفراتيف؟ بروليفراتيف معناتها في عندي اندوكابيلاري هايبرسيلوريتي، يعني في عندي زيادة بالخلايا الاندوثيليا، الخلايا البطانة الوعائية. لاحظوا انه اذا بتوصفوا، اذا حابين توصفوا هذا السلايد بشغلة وحدة، لاحظوا انه الكابيلاري ما هي اوبن، مضغوطة او مسكرة، في تكاثر، في بروليفريشن. هذا هو لما نوصف بروليفريشن، هذا هو المنظر اللي بنشوفه. في عندي تكاثر اما بالميزانجل بالمناسبه او بالكابيلاري يومن، يعني على نوعين من الخلايا، اما يكونوا ميزانجل سيلز او الاندوثيليال سيلز اللي هي البطانه الوعائيه. مره ثانيه لاحظوا انه الميزانجل متوسع، اضافه الى انه الكابيلاري تقريبا مسكره، تقريبا ما عم بقدر اشوف لومن مفتوحه. قارنوها بالصوره اللي ببالكم عن الكبه السليمه، فهذا هو البروليفراتيف.
كلها مناظر بروليفراتيف بدأ من هاي السلايدز اللي بتنتبهوا ما عم نشوف لومن مفتوحه في عندي تكاثر بالخلايا اكثر من خليتين نفس الكلام هذه بروليفراتيف نفس الكلام هذه بروليفراتيف البروليفريشن عم يصير على مستوى الكابيلاري هون وعلى مستوى الميزانجيوم الميزانجيوم كمان في تكاثر بالخلايا الميزانجيميه هلا لما بقول اكسوديتيف يعني في عندي غزو او في عندي وجود للخلايا الجرانيولوسايت اللي هي المعتدلات الكريات البيضاء اذا بتطبقوا على هذا السلايد وعلى هذا السلايد في خلايا غريبه موجوده ومنتشره بالكبه الكلويه انتبهوا على هي الخليه انتبهوا على هي الخليه قارنوها مثلا باللي جنبها هي الخليه اللي هي ثنائيه النواه هدول جرانيولوسايت هدول كريات بيضاء هدول مايكروفاج فهدول الكريات البيضاء هن اللي عم اللي ما بيصير في غزو للكبه بكريات البيضاء العديلات هذا بسميها الاكسوديتيف مثلا نفس الشيء اذا بتنتبهوا على هدول الكريات هون هذا مؤشر لاحظوا هذه الخلايا ما هي خلايا كبيه ما هي اندوثيليال ولا هي ابيثيليال هذه كريات بيضاء فهذا بيحط تعريف الاكسوديتيف واللي اشهر مثال اكيد بتذكروه هو البوست افكشوس اللي هو بيصير بعد الستريبتوكوكس فهذا اسمه اكسوديتيف نفس الكلام اظن واضحه تماما لاحظوا الخلايا الكبيه الاندوثيليال مثلا والابيثيليال مقابل الكريات البيضاء لاحظوها ثنائيه النواه هي كلها كريات بيضاء نفس الشيء لاحظوا هون في مجموعتين من الخلايا مجموعتين من الانويه في نواه الكابيلاري وفي عندي الدبليو بي سي الكريات البيضاء هذه كلها اكسوديتيف هلا مصطلح ميزانجيال اكسبانشن كثير مصطلح مهم ربما بيمرق معنا كثير بمعنى نوعي ابدا اي اذيه بالكبه الكلويه ممكن يعمل ميزانجيال اكسبانشن يعني توسع بالمسافه الميزانجيميه ميزانجيال اكسبانشن ممكن يصير على حساب الخلايا تكاثر الخلايا الميزانجيميه او على حساب بسميه اسيلولار يعني ما في عندي خلايا فقط تراكم مواد لاحظوا هذا السلايد اول شيء نوع الملون هذا الملون BAS لاحظوا انه هذه بوزيتيف فهذه BAS هذه الميزانجيوم متوسع في اكسبانشن هذا مو شيء طبيعي هون انا شايف في زياده بالميزانجيوم على حساب الخلايا وعلى حساب السيلولار ماتريكس بس اساسا في كومباين هذه خلايا وغير خلايا بينما اذا بتنتبهوا على الصوره الثانيه او على السلايد الثاني اللي على اليمين اول شيء هذا هيماتوكسين يوزين هذا مش بي اس لاحظوا انه التوسع بالميزانجيمي والميزانجيال اكسبانشن هذه محل الاسهم عم يكون اسيلولار فهذا هو الميزانجيال اكسبانشن هلا هاي الصوره صوره صدر لو سالتكم شو شايفين فيها حتقولي لي قراءه الطبيب الاشعه حتكون بالبدايه انه هاي بايلاترال انفلتريشن هذه هي قراءه صوره الصدر بعدين بنحط التشخيص انه هي اي ار دي اس هي نزف سنخي مثلا هذا اللي بنجيبه من التخصص الصدريه نفس الكلام انا فيني اقوله بتخصص الكليه لما اقول انا MPGN membranous proliferative glomerulonephritis التهاب الكوى الكلية المنمي الغشائي هذا نمط عياني هذا منظر كلام توصيفي تشخيص توصيفي للشيء اللي بشوفه تحت المجهر بالمقابل ال MPGN في لها اسباب مثلا ال SLE الذئب يعمل MPGN pattern مثلا الهيباتايتس سي بيعمل MPGN pattern مثلا pattern of injury نفس الكلام لما بقول كريسنتك كاني انا عم اوصف صوره صدر بايلاترال انفلتريشن كريسنتك يعني في كريسنتس بس شو سبب هذا الكريسنتك جي ان ممكن يكون انتي جي بي ام مثلا ضد الغشاء القاعدي ممكن يكون انكافاسكولايتس ممكن يكون مثلا الاس ال اي مثلا الذئب نفسه يعمل كريسنتك جي ان او حتى الاي جي ان نفروباثي بيعمل كريسنتك جي ان وحنحكي عنهم بالتفصيل مره ثانيه الغايه من هذا السلايد انه لما بوصف انا بقول تشخيص الام بي جي ان او كريسنتك جي ان او تي ام اي ثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي هذول كلياتهم تشخيص توصيفيه والا في تحتهم تشخيص تفريقي لاسباب للسبب المرضي المسبب للتي ام اي مثلا ثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي هلا بننتقل للاي اف الاميوفلوريسنس بالاي اف انا بحاول اكشف وجود وتوضع ايمونوجلوبولين وكومبلمنت كومبيننت بالجلوميرولاي يعني اما الايمونوجلوبولينز ولا الكومبلمنتس فلازم اعرف انه هي موجوده اصلا وين توضعها هل توضعها ميزانجل بالمسافه الميزانجيميه او توضعها بالكابيلاري هنشوف الصور
هل هي جرانيولر نمط حبيبي او هي لينير نمط خطي؟ هل هي مركبه من الاي جي جي مثلا، هي اي جي اي، هي اي جي ام، هي سي 3 سي 1 كيو كابا او لامدا؟ حتى احيانا بنعمل فايبروجين وفيبرين. هدول ما فيني انا كاقرا التشريح انا اعرف شو النمط اللي محطوط الا لانه يقول لي الطبيب التشريح المرضي اللي عمل السلايدات انه هي معموله على اي جي جي، فهي مش انا اللي بدي اعرفها. اللي حاط السلايدات لانه هو بيكون عمل قضات خاصه للاي جي جي، فهو بيقول لي انا عملت الاي جي جي، بيكون مكتوب بسلايد او بيقول لي هذا اي جي او بقيه المركبات. الانتنسيتي كمان الطبيب التشريح المرضي بيقرا لي اياها، بدا من الصفر انه ما في اي فعاليه، ما في اي فلوريسنس، حتى بلس 3 اللي هي الاعلى فعاليه ممكن هي تعتبر ايجابيه. احيانا بلس 1 وبلس 2 ممكن ما نعتبر هون، يعني احنا مره ثانيه مش كل ما شفنا بلس 1 معناتها هذه اي جي جي او اي جي ام، بلس 3 اكيد هذه ايجابيه. مثلا هذه اذا بتنتبهوا هذه الاي اف على اليسار مقابل الاي اف على اليمين، لاحظوا كيف توزع هذه امينوغلوبولين على افتراض هي اي جي جي مثلا. لاحظوا كيف هذه النموذج على اول شيء محيط بالكابيلاري، نفس الشيء هون محيط بالكابيلاري، بس اذا بتنتبهوا انه هذا نموذج خطي لينير واضح، مقابل هذا النموذج جرانيولر حبيبي نقط. طبعا هذا له تفسيره وهذا له تفسيره حنشوفه لاحقا، بس هذا له دلالته طبعا، لانه لما تشوف لينير معناتها هذا انتي جي بي ام، لما تشوف جرانيولر هذا ما ممكن يكون انتي جي بي ام مثلا، فهذا لينير مقابل جرانيولر. اذا بتنتبهوا على توزع الاميونوجلوبولين مثلا هون، او اللي الماده اللي عاملين تفاعلها، لاحظوا هون انه ما عم تحيط بالاوعيه بشكل واضح، اغلبها هون بالميزانجم. هذه مثلا اي جي اي، هذه اي جي اي نفروباثي، هذه ميزانجل اي جي اي، بينما هي سي 3 مثلا هي حول الاوعيه، لاحظوا الاوعيه شلون ظاهره، ففي تواجد كثيف للسي 3 بهذا السلايد حول الاوعيه بيري كابيلاري. مهم جدا هذا الكلام. لما بشوف هذا السلايد انه كله بوزيتيف اي جي اي سي 3 سي 1 كيو اي جي جي اي جي ام، هذا بنسميها فول هاوس، وهذه مشخص للديفيوز ليبوس نيفرايتس. لما بالسؤال بيعطيني او الباثولوجيست بالتقرير بيعطيني انه كلهم ايجابيات، فهذا ليبوس نيفرايتس، حتى يثبت العكس اسمه فول هاوس. لاحظوا هون انا عامل كابا لايت تشين ولامبا لامدا لايت تشين، هذه اللامدا نيجاتيف والكابا بوزيتيف. ايش معنات هذا الكلام؟ نفس الشيء هون، هون الكابا نيجاتيف، هون اللامدا بوزيتيف. هذا معناته انه في عندي مونوكلونال جاموباثي، هذه المونوكلونال في عندي خلايا بلازميه عم تفرز نوع واحد من اللايت تشين، لانه في تيومر في شيء ورمي، فما عم تفرز، اما بتفرز كابا او تفرز لامدا. فلما انا بعمل الامينو فلوريسنس بتطلع بوزيتيف لو واحده من هالتنتين، فهذا مونوكلونال جاموباثي حتى يثبت العكس. انا ممكن اعمل اي جي جي سب كلاس بالمناسبه، الاي جي جي فيه لها اربع انواع، اي جي جي 1 اي جي جي 2 اي جي جي 3 اي جي جي 4. لما بتكون اي جي جي 3 فقط هي الايجابيه، كمان هذه مونوكلونال جاموباثي حتى يثبت العكس، وفي لها تشخيص معروف لهذه الاصابه. ننتقل للالكترون مايكروسكوب، اظن الصوره واضحه بالنسبه لكم. نحن هذه البومنس بومن كبسول، هذه الكابيلاريز، وبيناتهم الميزانجوم. لاحظوا هذه الكابيلاري في داخلها كريات حمراء، شايفين الكريات الحمراء بعينكم. بدايه انا باخذ جزء من الكابيلاري بحطها تحت المجهر الكتوني، بكبرها عدة آلاف من المرات. فالشيء الطبيعي انه الجي بي ام يكون ثين، في له قياس حوالي 300 نانومتر. في عندي بتطلع على الجي بي ام ما فيه اي ديبوزيتس، لاحظوا ما في اي توضعات لمعقدات مناعيه سواء ابيثيليال او اندوثيليال، اضافه الى انه بتطلع على الفوت بروسيس، شايفها انا هيلثي، ما في عندي مشكله بالفوت بروسيس، ما في افيسمنت. فهدول الشغلات اللي بتطلع عليهم لما انا بتطلع على الجي بي ام اندر مايكروسكوب، اما بشوف الفوت بروسيس وبتطلع على الديبوزيتس. بداية إذا تنتبهوا على هذه الكابيلاري، هذه الفوت بروسيس نوعا ما سليمة هون، إذا تنتبهوا أنا عم أطلع بهي المرحلة اندمجوا مع بعضهم، صار في فوت بروسيس افيسمنت، هذه دليل إصابة بودوسايتس. نفس الكلام هون إذا تنتبهوا، هذه البيزمنت ممبرين،
هذه داخل الكابيلاري، هذه كريه حمراء بتقلي انه هي داخل الكابيلاري. لاحظوا هون الفوت بروسيس، ما في عندي فوت بروسيس، كلها افيست، كلها ممحيه، فهذه نسميها فوت بروسيس افيسمنت. الايمونوجلوبولين ديبوزيتس بتطلع على الجي بي ام، وبطلع اذا كان في عندي ديبوزيت، في عندي معقدات مناعيه، ف وبطلع على توضعها، هل هي سب ابيثيليال من فوق او سب اندثيليال من تحت، او هي بالميزانجوم، فهي ثلاث اماكن للايمونوجلوبولين. اذا بتنتبهوا على هذه البيزمنت ميمبرين، هذه سب ابيثيليال هامب اللي هي معقدات مناعيه متوضعه على السب ابيثيليال. هذه اذا بتشوفوا هاي النقطه الصغيره قارئها هون سب اندوثيليال. اذا بتنتبهوا على الغشاء القاعدي هون، خليني ابدا من اليمين، هذه جي بي ام، هذه كلها معقدات مناعيه، هذه ديبوزيتس، هذه كلها سب ابيثيليال من فوق. بالمقابل نفس الكلام هون، هاي صاير ترانس، يعني صراحه هي سب ابيثيليال، حنحكي عنها بالتفصيل لاحقا، كلها سب ابيثيليال هذه، بس هذه غاصه جوا بالغشاء. لاحظوا انه هون في عندي معقدات مناعيه ميزانجل، حتى هون هذه سب ابيثيليال، هذه هامس، هذه طبعا هذه الى دلالته وهذه الى دلالته. اذا تنتبهوا هون، هذه المسافه الانترا كابيلاري، وهذه مسافه اليورينري، هذه البوليه، فهم من اعلى وهم من تحت، فهذه سب اندوثيليال ديبوزيتس، هذه تحت بطانيه، هذه كلها سب اندوثيليال. لاحظوا انه من هذه الجهه سب اندوثيليال. هون عم نشوف هذه الكابيلاري وهذه ميزانجوم، نفس الشيء كابيلاري ميزانجوم، انا شايف هون سب ابيثيليال، طبعا هي كريه حمراء وهي كريه بيضاء، هذه سب ابيثيليال وهذه ميزانجل، هذه سب ابيثيليال، هذه ميزانجل، وهذه سب اندوثيليال حتى هون. اكيد سمعانين بالباسكت ويف ليجن، اللي هي الغشاء القاعدي بيكون فيه تسمكات وترقق، ثين اند ثيك، في تخرب الغشاء القاعدي محاولة للاصلاح، باسكت ويف، هذا مشخص للألبرت سيندروم. إذا أعطاك هذا المنظر، غشاء قاعدي رقيق جدا، thin 200 نانومتر، الطبيعي هو 300، فهذه thin basement membrane disease. آخر شيء ممكن نحكي، لما بيكون في عندي التوضعات المعقدات المناعية، مش معقدات، يعني هي مادة متراكمة، خلينا نقول هي punctuated، يعني مثل البودرة مرشوشة بالغشاء القاعدي، هي مشخصة لمرض اسمه light chain nephropathy أو heavy chain light or heavy، فهذه من أمراض المونوكلونال جاموباثي، بتكون نقاط صغيرة منتشرة على كامل الغشاء القاعدي. نجي على الانترستيشيوم، كل الحكي اللي حكيناه بالمحاضرة الحالية والمحاضرة الماضية كان كله عن الجلوميرولوس، هلا بنحكي عن الانترستيشيوم اللي هو الجزء المهم والأهم بالنسبة إلي لما بشخص أمراض الكبب الكلوية، لأنه إذا كان في تليف شديد بالانترستيشيوم بياخذوا علاج المرض الأساسي غير ذي جدوى. فهو الانترستيشيوم عبارة عن تيوبس، وفي عندي انترستيشيوم بسيط بيناتهم. الشيء الطبيعي انه الكلمه المشرح هي back to back tubules، يعني tubules بيكونوا ملزوقين ببعضهم، ما في بيناتهم اي تليف، ما في بيناتهم اي مسافه او مسافه كثير ربما تكاد لا تذكر، back to back. اول شيء بدي اتشكر الدكتور نائل علوش، احد زملائنا بالباثولوجيست، مدني بهدول السلايدات اللي القادمه اللي هي بتحكي عن اصابات التيوبلز. لاحظوا هذا الشيء الطبيعي، بدأ من الاعلى والايسر، هذه بروكسيمال تيوبلز، لاحظوا انه في عندي غشاء قاعدي، في عندي خلايا، في عندي البراش بوردر اللي هي حافه الفرشات، الحافه تبع الامتصاص، في النويات كلها موجوده. لما بصير في عندي دامج لهذه التيوبل، سواء بإسكيميا، بنقص تروية، أو بتوكسينز، دراجز، رح يصير في عندي هذه الإصابة اللي هي الأكيوت تيوبولار إنجري أو الأكيوت تيوبولار نيكروسيس. أول شيء في عندي النيوكلاي حتروح، ما حتكون موجودة، دقوا على هاي بين هاي الهيلثي وبين هاي المرضية. ممكن يصير في عندي سيل ديث، الخلايا بنعمل لها سلافينج،
خلايا بتصير باللمعة جوا اللمعة، بتتخرب وبتنتقل لجوا اللمعة وبتنزل لتحت وبتساوي لي اسطوانات، اسطوانات المادي براون إذا سمعاني بهذا المصطلح تبع الـ ATN. البراش بوردر كمان حتكون غايبة لأنه تخربت الخلايا وكلها عملها سلافينج ونزلت على الكابيلاري لومن. هذه الـ ATN الـ Acute Tubular Injury أو الـ Acute Tubular Necrosis. ربما لو دققنا أكثر في عندي loss of tubular serendiculi بهذا الجزء، في عندي ربما coagulation، في عندي necrosis، في cast. هذه الكاست مرة ثانية بنشوفها باليورين as muddy brown، يسموها المادي براون اللي هي الأسطوانات البنية أو أسطوانات الطينية. المادي براون تكون لونها مثل تكون لونها بني على أسود وهي علامة أذية أنبوبية acute tubular injury. نفس الكلام مانيش عم حاول بس شو فيكم مناظر مختلفة. لاحظوا هذه التيوبل sloughing of cell from basement membrane في mitotic figure، ربما لو كان يعني هذا كلام باثولوجيست أكثر من أنه نحن نقدر نشوفه، بس هي كلها علامات أذية acute tubular injury. بتمنى أن يكون أعجبتوا بهاي المحاضرة. هلا بيكون هيك خلصنا التمهيد، عطيت حوالي 7 محاضرات تمهيدية. بدءا من المحاضرة الجاية هنحكي عن cases، بكل محاضرة في case، في عندي حوالي 20 كيس تقريبا بيشملوا أساسيات أو معظم الأمراض الرئيسية اللي بنعرفها اللي لازم يعرفها طبيب الكلية ويعرف قراءتها ب الجلوميرولا ديزيز اللي هي امراض الكبيه. ان شاء الله يا رب تعجبكم وان شاء الله يا رب تكون المحاضره اعجبتكم. بتمنى انه تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لانه هذا الشيء بيضمن استمرار القناه ودعم ان شاء الله. السلام عليكم.